السلام عليكم. طبعا شفنا في الفيديو اللي قبل كده او الفيديوهات اللي قبل كده ان احنا عملنا تقليل الحديد، ده كان الاصلي التصميم الاصلي، وده كان بعد عمل الريدكشن في الحديد يعني. تمام، وعملنا شيت اكسل بالشكل ده، ادي كده القبل وادي افتر. كويس. انا اللي كنت بلاقيه في القديم بعمل كوبي واعمل عليه زيرو بالشكل ده عشان بس ما تلخبطش، وايه بحط الجديد بالشكل ده. تمام، وفي الاخر برضو نفس الكلام، عملت نفس التجميع وكده، وفي الاخر ده الديفرنس بتوين القديم والجديد. تمام، حوالي 76,000 درهم. تمام، ده الفرق ما بين ده وده. انا هرفع برضو الاكسل شيت ده عشان لو حد حابب يشوف المعادلات جت ازاي. تمام، ده كده بالكيلو جرام، وفي الاخر اللي هي لك 10% والسبلايسز 10%، وبعد كده بنقسم نجيب الطن. تمام، اهو بالكيلو جرام على 1000، وبعد كده الكوست الواحد طن بكام في السوق؟ ب 3100 درهم. تمام، والاوفر اول كوست بنضرب ده في ده ونطلع الكوست النهائي بالطن. كويس. طيب ادي كده الفرق زي ما قلنا، هرفع لكم ان شاء الله الاكسل شيت ده، واللي عايز يشوف اي حاجه يقارن هرفع لكم برده الملف ده، واخد بالك، بحيث يعني تشوف مثلا حاجه زي كده. ادي كده القديم كان ماشي بالطول كله فقسمناها، ادي كده من هنا لهنا 16، ومن هنا لهنا 20، ومن هنا لهنا 16. الأول كان كام؟ كان 20، ماشي من الأول للآخر. كويس، فابتدينا نقلل بالشكل ده، وأدي الفرق النهائي طلع معانا بالشكل ده. تمام، ده برضه عشان لما أنت تحب تعمل value engineering وتحب تعمل حصر كميات حتى لو لنفسك، مش شرط تبقى عارف يعني أنت قللت قد إيه، بحيث مثلا تعرف لو عايز تتحاسب مع المقاول او مع الجهة اللي انت بتعمل لهم الشغل بس. ف ان شاء الله يفيدكم الفيديو ده. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله.